جرت قلم كهربت الجو وقلبت الدنيا في الحقل الفني، ولسه لحد دلوقتي الجدل مستمر. الفنان هاني شاكر يدوب مضى قرار منع 19 مطرب مهرجانات من هنا، والدنيا اتقلبت عليه من هنا، وتحول الموضوع من قرار نقابة لحوار كله بيقول في رأيه سواء من الفنانين أو الجماهير. عايز تعرف أكتر؟ خليك معايا وهحكي لك الحكاية من أولها لحد ما اتقلبت خناقة على السوشيال ميديا. هاني شاكر باختصار وبدون مقدمات طلع قرار منع 19 مطرب مهرجانات من الغنى، على رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة و15 تانيين، وحلف على الهوا كمان ان قراره نهائي وما فيهوش رجعة ومش هينزل المرة دي، وقال ان حتى اساميهم غريبة وعجيبة ومش طبيعية، ورغم بلغ شرطة السياحة والفنادق بمنع التعامل معاهم، وده اللي خلى المطربين يحسوا انهم دخلوا حارة سد وراحوا مقومين الدنيا عليه، وللاسف لسه ما قعدتش. ومن بين اللي هاجموا شاكر الناقد الفني طارق الشناوي اللي قال ان الناس أذواق واتهموا بانه بيفرض ذوق على الناس بالعافية، وقال لنقيب الموسيقيين انت مالك ومال اساميهم، هم حرين والجمهور هو اللي يحكم. وراح فجأة داخل على الخط رجل الاعمال نجيب ساويرس اللي زود النار حريقة، وقال على تويتر اول مرة اشوف نقيب المغنيين فخور جدا بمنع الغناء، الجمهور هو اللي يقرر يسمع مين وما يسمعش مين، مش هاني شاكر. ساويرس زود النار وقال كل واحد حر يسمع اللي هو عايز يسمع، واللي مش عاجبه ما يفتحش اليوتيوب، ومحدش والي علينا نسمع ايه، وبحب الغنى الشعبي وهجيب مطربين المهرجانات في مهرجان الجونة، ولو هاني شاكر حاول يعكسنا هنعكسه برضه. وقال كمان انا حاسس ان الموضوع فيه نفسنا وغيره من مطربين المهرجانات. وراح هاني شاكر رادد عليه بعدها مباشره وقال ان ما يشرفوش واحد يسمعه من النوعيه اللي بتسمع اغاني المهرجانات، وانه مش محتاج نصيحه ساويرس. ورد كمان على اللي هاجموه وقالوا له ركز في الخدمات والمعاشات لاعضاء النقابه وشيل مطربين المهرجانات من دماغك، وقال قانون النقابات بيلزمني احافظ على حقوق اعضاء النقابه وده دوري. هاني شاكر قال كمان انا شفت فيديو الاطفال في الحضانه وهم مشغلين بنت الجيران وبيغنوا خمور وحشيش، العيال اللي عندهم 3 و4 سنين بيغنوا خمور وحشيش عشان حسن شاكوش عمر كمال ينبسطوا، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيبوظ ويخرب في البلد واللي بيدمر ولادنا واخلاقهم، وان شاء الله حسابهم عند ربنا كبير. اما الموسيقار حلمي بكر فقال ان الدنيا في الوسط الغنائي محتاجه ظبط وربط، واستشهد باغاني قال ان فيها كلام كتير عيب والقانون بيحاكم عليها، وضرب مثال في كام اغنيه منهم اغنيه اسمها امك حصاله، وقال ان كلها بزقات وان الاغاني الهابطه خلت ولادنا ضايعين. اما المطرب الشعبي طارق الشيخ قال ان رغم رفضه لقرار وقف 19 مطرب مهرجانات الا انه بيطالب نقابه المهن الموسيقيه بتقديم كل مطرب بيغني اغاني هابطه للمحاكمه، وان اللي بيغنيها لازم يتحبس هو واللي الف له الاغنيه، عشان لو اللي غلط اتحبس مش هيعمل كده تاني. موضوع اغاني المهرجانات الناس اتقسمت عليه، ناس بتقول انه كله بذاءه ودمر المجتمع، وناس ثانيه بتقول ان الفن ده اذواق كل واحد يسمع اللي يحبه. انتوا رايكم ايه؟ هل انتوا مع وقف مطربين المهرجانات ولا كل واحد يسمع اللي يعجبه؟ اكتبوا لنا في الكومنتات.